اهلا بكم يا اصدقاء في قناة احلى اكلة مع الصحاب. ان شاء الله النهاردة هنقدم لكم الكنافة بالقشطة. نجيب نص كيلو كنافة من التلاجة او من العادية دي ونقطعها، مفيش اي مشكلة. نبدأ بقى نفركها، خلصنا كده اللي في الكيس، نبدأ بقى نفركها. نبدأ نفركها بايدينا او نهرسها كده. هرسنا اهو، نتأكد ان مفيش حاجة صغيرة. بسم الله بسم الله، كده كلها اتهرست. ايه، اهرس 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 اهرس، كده كله اتهرس اهو. هرسناها كلها. ايه، متنسوناش باللايك والاشتراك في القناة تصلكم كل جديد، ولو عجبتك الطريقة متنسوناش بالتعليق. نحط بقى 3 معالق من السكر ونقلبهم. عايزين نحطهم سكر سليم، نحطهم سكر بودرة ومفيش مشكلة. نحط نص كوباية من السمن، نص كيلو او حسب الرغبة، بس اهم حاجة ما تقلش يعني عشان ما تنشفش معانا الكنافة. نبدأ ندهن الصينية بقى بالزبدة، يفضل مقاس الصينية يكون 30. نبدأ اهو نوزع كده، نوزع بقى الكنافة كلها. ونروح لمرحلة بقى بعد ما نوزع الكنافة، نضغط ونشوف اي حاجة نضغطها بيها متساوية. رميت بالرئاسة، دلوقتي بقى نعمل بالصينية اهو. نبدأ نرفع الجان، نرفع كويس كده، نرفع نرفع كده كده، رفعنا اهو. نبدأ بقى نعمل الكريمة، القشطة قصدي، معلش. 3 كوبايات من حليب، ونحط عليهم 4 معالق من النشا اهو. ده 4 معالق، 1 2 3 4، 2 4 معالق من النشا اهو، و2 سكر حسب الرغبة. عايزين نكتر السكر، السكر مفيش مشكلة. نقلبهم على نار هادية، عايزين نقلل السكر ماشي، عايزين نكتر السكر ماشي مفيش مشكلة. نقلبنا اهو، قلبنا كده لحد ما القوام بدأت تتزامج معانا، بدأت تتظبط. ايه، نبدأ بقى نضيفها اهي، نضيفها الكنافة. هنحطها في التلاجة. بصوا كده مسكت اهي كويسة معانا، عشان لما نحط الكنافة متهربش منها او ما تخليش منها كده. كده حطينا الكنافة اهو، حطينا الكنافة سويناها، سويناها كده. كل سنة وانتم طيبين، كده رمضان خلاص يعني على ابواب خلوص، يعني كل سنة وانتم طيبين، وداخلين على العيد اهو. ان شاء الله تستنوا حلقات العيد ان شاء الله. نحطها في الفرن، نعمل بقى الشربات، كوب سكر، كوباية مية، عصرة ليمونة، نسيبهم كده. دي عصرة ليمونة، هنسيبهم كده على النار لحد ما يظبطوا القوام اللي احنا عاوزينه. واحنا سايبين الكنافة في الفرن، شربات بيغلي معانا. بص، ولا قلبت ولا عملنا اي حاجة لحد الان، هو احنا سيبناهم بيغلوا وبيظبطوا نفسهم. الكنافة عندنا ايه، طلعت، والشربات برد. الشربات برد مش الشربات سخن، احنا لسه مطلعين الكنافة بس الشربات اللي سخن. تمام، سيبات الشرب ايه، السكر عاملينه خفيف شوية اللي هو متوسط، مش خفيف اوي يعني. نقطعه اهو، نقطع 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 عشان ندوق، هنقطع عشان ندوق. اوبا، هي دي النتيجة النهائية، وزي ما انتم شايفين كده. كل سنة وانتم طيبين، ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة.